فضيلة الإمام، في سؤال من رقم آخره 02 بيقول لفضيلتك: ما ردكم على الجدل الدائر مؤخرا بشأن الترحم على موتانا المصريين الذين قتلوا على يد داعش في ليبيا؟ اتمنهم أقباط يعني؟ هم أنا تملي على فكرة، وأنا بنتكلم عنهم إنهم مصريين. اللي تلقيناه من مشايخنا، ورحمتي واسعت كل شيء. وعايزين نسأل الناس، هو بني آدم ده مش من شيء، دي مش من الأشياء؟ صحيح، مش من الأشياء. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى رحم الجبال، صحيح، ورحم الأنهار، ورحمتي واسعت كل شيء، يذكرني هذا العبط اللي احنا فيه وبالشيخ محمد الفحام، شيخ الأزهر، نعم، شيخ الإسلام. فلما مات البابا كيرلس، نعم، فقال كان رجلا يعني طيبا رحمه الله. البابا مين؟ كيرلس، نعم، اللي هو قبل البابا شنود. فاعترض عليه أحد الجهلة من بقايا ما هو في النص لب ده، يعني تتعب منه، إنه إزاي تقول كده؟ وخلط ما بين، فردوا عليه علماء الأزهر. محمد الفحام ده كان سنة كام؟ والبابا كيرلس مات سنة كام؟ مات سنة 70، يعني حاجة زي كده، 71 بالكتير، 70 أو 71، في الحدود دي يعني. مات وتولى بابا شنودة في نفس السنة اللي تولى فيها رئيس السادات، فإذا 70، سبعين يعني في الحدود دي. مظبوط.